وبما أن الأمسية هذه مختصة بأهل التاريخ، لذلك سأقرأ نصا أخذ قصته من التاريخ. يقول التاريخ أن الخليفة المعتصم بالله العباسي كانت له جارية يحبها حبا جما وتحبه حبا كبيرا، كان اسمها محبوبة، وهذه محبوبة كانت شاعرة رائعة. تشاء الظروف والأحداث أن يقتل الخليفة المعتصم، فرفضت هذه الشاعرة جاريته أن تكون لأي وزير آخر أو لأي خليفة آخر، فغادرت سامراء وذهبت إلى بغداد، ثم انقطعت أخبارها. بين الحلم واليقظة وجدتها تهمس لي بقصيدة، فكتبت قصيدة على لسانها أسميتها دمعة في مكتوب محبوبة، هي على هيئة قصيدة وكأنها توصيني أن أوصلها للمعتصم ولا للمتوكل، عفوا ولا أدري. على اعتبارتي من سامرة يعني؟ نعم قريبا. نعم. هل ساءك الغازون عند المعبر يتغامزون وراء ثوب تعثري؟ هل جاء في الأنباء ما هز الورى أن الخيام غدت تجمل مئزري؟ أم راودتك ضفائري وقت الكرى تشكو خيولا للصبا لم تثأري؟ تشكو رحيلا عن ديار سنابلي ورسائل الأحلام إذ لم تسبري. مولاي مولاي يا ملك الجهات وشمسها، أشرق فديتك بالنفيس المبهر، حتى ويجلدني الجبان بسطوة الجلاد والمختال والمتجبر. يا سيدي عمرا أنادم غربتي، واليأس يطعن في النداء بخنجري. دعني أقارع في الفؤاد رزيتي، دعني أقارع في الفؤاد رزيتي، إذ ما دعاني للبكاء تحسري. ما عاد في بلد الرشيد بقية من آل حبك للجمال الأسمر، حتى العيون أصابها ظمأ اللقاء، فكيف ذي من وجدها لم تمطري؟ أنت الذي شغل الأنام بهاؤه، أنت الذي شغل الأنام بهاؤه، أمر الهوى وفؤاده لم يؤمر. يا غيمة الأكوان في زمن مضى، مرت كما ذهب الزمان المدبر. لقياك أو رؤياك من طلل المدى، وتر يرتل في المساء المقمر. كل القصور بلا خطاك كئيبة، تشكو الهوان من العداء المسفر. كل القصور بلا خطاك وحيدة، تشكو الهوان من العداء المسفر. والبركة الحسناء تمزق حسنها، والحير يرسمه الرماد بدفتري. والجوسق الممسي بين ظلاله رقدت به الأيام خوف العسكري. والعود والدف اللذان وهبتني لم يعزفا غير الصبا المتكسر. والشعر أرقه الغناء بلا فم، أفهل يغرد في غياب البحتر؟ عد بي إلى دار الخلافة، أنني قد ضاق بي ليل الرماد المنذر. عد بي إلى جسر يؤوب لبيتنا للياسمين وعطره والعنبر. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا للدكتور الحوكم البدري.